على تجمع مبادرون رفح يداوم ويبدع في المبادرات الخيرية والإنسانية من أجل إدخال الفرح والسرور على أهالي رفح الصامدة في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها أبناء شعبنا الصامد. وقد أخذ تجمع مبادرون رفح على عاتقه هذه المبادرات من أجل إدخال الفرح والسعادة والسرور على الأسر الفقيرة والمتعففة. تأتي هذه مبادرة الكعك للعام الثالث على التوالي، حيث يقوم بهذه المبادرة متطوعات متخصصات بعمل الكيك والحلويات والكعك، ومنذ الصباح يقومون بتجهيز وإعداد هذه وجبات الكعك وتقديمها للأسر المتعففة.